2019 أول حبة قرادي. يعطينا خير وكل إشارة. أنا أقول إذا كان هذه رؤية، يقول يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك. كيف؟ بمن يصور سناب شات ويصور الأكلات والطلعات والسفريات والأولاد والبنات، كل العالم وكل الناس يشوفون. أقسم بالله، شوف عليها يمين، إن شاء أسأل الله أن لا أكون حانث وأتكلم من واقع تجربة في الرقية الشرعية، أن أغلب العين والحسد يقع من هذه الأمور، من التصوير، تصوير النعم. أنا أقول مو تصوير نعم، استعراض بالنعم، خاصة في مسألة الأولاد والبنات والحريم. الآن أكلنا صوروا، سافرنا أصبحت المرأة تصور والبنت تصور، وبعد فترة وإذا بالطلاق قد حصل بينهم بسبب الحسد والعين، وحصل بينهم تنقلب تلك النعم إلى نقم، نسأل الله العافية والسلامة. يا إخوان، حفظ النعم.